السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف أنا كنت قاعد ألعب شوية. ماشي، إحنا النهاردة جاي أحكي لكم على قصة، ولا من أجمل القصص عمرك ما تقدر تسمع عنها أبدا، قصة جاك ما. تعرفين مين جاك ما طبعا صح؟ مين منكم ما يعرفش جاك ما؟ جاك ما اسمه إيه؟ جاك ما ده مؤسس موقع علي بابا. ده إحنا مالنا من الحوار ده؟ لا يا معلم، ده أنا أحكي لك على قصة في منتهى الروعة وجمال. جاك ما هو الأسس موقع علي بابا، وده الموقع الثاني من بعد الأمازون، لأن الموقع الأولاني هو موقع الأمازون، وده عبارة عن موقع التجارة الإلكترونية، يعني ناس تخش تبيع وتشتري. عارف كده، أنا مش بعمل إعلان أو ترويج عن مواقع، ولكن أنا بتكلم عن قصة نجاح شخص عانى من مؤاساة كبيرة جدا جدا. الراجل ده كان فقير جدا، دلوقتي بقى اغنى واحد على مستوى العالم، ده بسبب استخدامه الانترنت، وكان فكرة عبقرية قام بتنفيذها مكلفتهوش الا القليل جدا جدا من النقود والاموال، الا وهو انشاء موقع ينافس موقع عالمي. بس ده على فكرة دلوقتي حالا في مواقع كتيرة جدا تجارة الكترونية غير الامازون وغير موقع علي بابا، فيه الالاف وملايين الملايين، الناس كلها قلدت، ولسه في مجال حضرتك كمان ممكن تقلدهم ويفتح ليك فرصة عمل. المهم، الراجل ده في الاول المأساة كان بيعاني منها، كان راجل متجوز مش لاقي ياكل، كل ما يقدم على وظيفة الناس اللي كانت بتقدمه معاهم كلهم يتقبلوا الا هو، كل ما يقدم على وظيفة في اي شركة عندهم في الصين نفس الحكايه. لدرجه الراجل ده قدم على وظيفه شرطي في او شرطي كده في الصين، طبعا الناس مش متقدمين معاه كلهم يتقابلوا الا هو، وكل ما قدم على هجره امريكا ثلاث ارباع اللي كان في ناس بتتقبل وفي ناس بترفض، هو من الناس دايما بيترفضوا، حظه نحس على الاخر. المهم، الراجل ده يعني الدنيا ظبطت معاه شويه، وراح يشتغل مترجم لغه انجليزيه في هونج كونج، وطبعا هونج كونج دي دولة مختلفة شوية عن الصين، هي تعتبر جزيرة كده، فالدنيا فتحت معاه شوية، فجات له فكرة انه ينشأ موقع تجارة الكترونية، فعمل موقع والدنيا بقت معاه ايه قشطة على الاخر. هو ايه، هو ازاي موقع ويكسبه ارقام وخليته بقى اغنى واحد في الصين؟ لا، هو فكرة عملت ويب سايت ودخلت نمت، والموقع بقى بدأ يروج مع نفسه، والخدمات بيبيع نفسه، والتجار ويخشوا من غير ما يقول لهم تعالوا وخشوا، هما بيخشوا، ما اصل النت الناس كلها مشتركه في الانترنت، النت ده على فكره كان زمان، يعني ما كانش زمان قوي، الناس كلها داخله عن طريق النت، بتبيع وتشتري، وفتح حساب في البنك، والفلوس بتروح في البنك، والفلوس وتزيد 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 وتزيد، وهو ما بيعملش اي حاجه، هو كل اللي حاطه عامل كده بس. هدفي من الفيديو ده، انا مش بحكي لك على قصه راجل ناجح، فيه كتير جدا نجحوا من خلال الانترنت، النجاح من الانترنت يا معلم، بس ان الانترنت ده سبب من اسباب ناس كتير قوي نجحت غير جاك ما وبيل جيتس وستيف جوبز، ودي شخصيات هنتكلم عليها ان شاء الله قريبا. لو انتم حابين المحتوى اللي احنا بنتكلم فيه ده تابعونا على تيك توك وعلى اليوتيوب. اخوكم في الله محمد الفايد، ونحن نتشرف بتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.